السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضرتك الدكتورة صنوة إبراهيم محمود عامر، مدرب الزمالة المصرية واستشاري الرعاية المركزة. بشرح لحضراتكم مادة Principles of Cardiothoracic Care، مبادئ رعاية قلب وصدر. بشرح حضراتكم شابتر 8 اللي هو المانجمنت اوف ريسبيراتوري ديس اوردر، وكنا شرحنا بارت 1 بارت 2 بارت 3 اللي هي اللونج ديزيز. اللونج ديزيز اللي هي امراض الرئه وامراض الاير واي نفسها، خدنا منها ريسبيراتوري فيلير وخدنا كذا مرض. الامراض دي يا جماعه أنا الامراض دي بتشمل الرئه وبتشمل القصبه الهوائيه. النهارده ان شاء الله هنشرح بارت 4 في شابتر 8. بارت 4 في شابتر 8 انا بتكلم، خلاص خلصنا امراض القلب وامراض الرئه وامراض القصبه الهوائيه والممرات الهوائيه. النهارده هناخد امراض البلورا اللي هو الغشاء المحيط بالرئه، وان شاء الله المحاضره الجايه هناخد امراض البلمونري ارتري اللي هي الشريان الرئوي. يبقى احنا كده قسمنا الشابتر لثلاثه اجزاء من امراض. اول جزء بيتحدث على امراض الرئه وامراض الممرات الهوائيه، تاني جزء بيتكلم على امراض البلورا اللي هناخدها النهارده ان شاء الله اللي هي تشمل الجزئين بلورا افيوجن والنيوموتوركس، والجزء الثالث بيتكلم على امراض الشرايين الرئويه اللي هي البلمونري ارتري امبولازم وهي جلطه بالشريان الرئوي. البلورال افيوجن احنا زي ما احنا متفقين ان البلورا هي الغشاء اللي بيحيط الرئه. هو الغشاء ده عباره عن طبقتين متصلتين ببعض، فعاملين في النص ما بينهم زي سيك او زي كيس. يعني البلورا دي عباره عن طبقتين، الطبقتين دول متصلين في بعض فعاملين زي الكيس ما بينهم، او عاملين زي مفهنهم ما بين فراغ، نفس فكره الكيس اللي عند حضرتك. الكيس بيبقى عباره عن طبقتين ومنهم فراغ. البلورا افيوجن معناها ان هذا الكيس او هذا الساك اللي حوالين اللنج بتجمع ميه، فسميناه بلورا افيوجن. لو ان هذا الكيس جمع هواء زياده عن اللزوم، هو اوريدي الكيس ده فيه نسبه من الهواء، لكن لو جمع هواء نسبه زياده عن اللزوم بقى اسمها النيومو توراكس. إذا في أمراض الفلورا يا إما الفلورا تجمع ميه فنسميها فلورا افيوجن، أو تجمع سوائل زي ما هنعرف لحضرتك دلوقتي. قد تكون السوائل دي ميه أو ترانسوزيت أو اكسودات، المهم سوائل، أو إن الفلورا الساك دي تجمع، أو إن الفلورا الساك دي تجمع، أو إن الفلورا الساك دي تجمع تجمع هواء فبنسميها النيوموثوراكس. طيب يبقى هنا سيمبلي الفلورا افيوجن هي accumulation of the pleural fluid in the pleural space، هو تجمع سوائل داخل الفلورال سبيس. يبقى اذا فالبلورال افيوجن هو accumulation of the fluid in the pleural space. طيب طبعا اي تجمع فلويد، اي حته بقدر بجمع فيها فلويد، يا اما عشان انا بحط فلويد كتير او بكون فلويد كتير، او الصرف بتاع الفلويد ده قليل. يبقى انا لو قلت اسباب البلورال افيوجن increase the fluid formation، ان الفلويد دي بتتكون بنسبه كبيره، او decrease the fluid removal، او الاثنين مع بعض. ده دي ميكانيزم لتجميع اي فلويد. حضرتك لو حضرتك بتجمع شويه ميه جوه الحوض، امتى الميه تتجمع جوه الحوض؟ لو انت عمال فاتح الحنفيه عمال تجمع ميه اللي هي increase the fluid formation، او ان انت مش فاتح ماسوره الصرف اللي هي بتصرف الميه. ده ميكانيزم بتاعتك بتاع اي فلويد دي. طيب لو قلنا الاندرلاين ميكانيزم ده هو دول الاسباب، ايه طب ايه يعني فيها ايه لما بيبقى فيه ميه؟ تخيل ان الرئه متحوطه بكيس مليان ميه، كل ده هيعمل لون على الرئه. حضرتك حط بالونه وغطيها حوالين داير بحاجه تقيله، هل هتقدر البالونه دي تنفخ وتهوي براحتها؟ لا. يبقى هنا اهو هنقول ان البلورال افيوجن ده ميه حوالين الرئه، ميه حوالين الرئه بتعوق حركه الرئه، بتعوق ان الرئه تملى كويس او تفضي كويس، بتعوق الانسبيريشن والاكسبيريشن، فبتزود الضغط جوه الرئه. ليه بتزود الضغط؟ لان الرئه بتحتاج مجهود اكتر عشان تتنفخ هواء، ومجهود اكتر عشان تفضي الهواء، فبالتالي بينتج عنها ان الضغط اللي جوه الرئه بيزيد. ليه؟ لان الرئه بدات تعمل مجهود اكتر، بدات تبقى ضغط اكبر ليها عشان تقدر ان هي تاوفر كام هذا الضغط بتاع البلورا اللي حواليها. فبالتالي هينتج عن ذلك increasing pressure في البلورا والليمفاتكس، و increasing pulmonary permeability، و decreasing colloid osmotic pressure of the blood. طبعا decrease colloid osmotic pressure of the blood ده ميكانيزم ازاي؟ طب انا هقول لحضرتك البلورا ده المفروض السام دي جواها هواء، ايه اللي دخل الميه جوه الرئه؟ الميه دي حضرتك جايه منين؟ الميه يا فندم دي حضرتك جايه من الكابيلاري من طيب حضرتك دلوقتي لعبت الميكانيزم. المية بقى اللي جوه الرئة دي جت منين؟ ايه اللي رشح ميه؟ ده الرئة حواليها كلها هواء،
الميه جت منين؟ الرايه دي جايه من الكابيلاري اللي جوه البلورال سبيس. حضرتك عارف ان كل حته في جسمنا فيها كابيلاري، لو الضغط جوه الكابيلاري سبيس ده بدا يعلى هتبدا الكابيلاري ترشح، هتبدا الكابيلاري ترشح ميه جوه البلورال سيل. يبقى هنا انكريز البلورال كابيلاري بريشر لان الضغط جوه البلورال الكابيلاري بتاعت البلورال بتزيد، فبالتالي بينتج عنها ان البرميابيلتي، البرميابيلتي اللي هي النفاذيه، النفاذيه بتاعت الكابيلاري بتبدا تعلى وبيبدا يعمل هنا شويه ارتشاح جوه البلورال سيل اللي هو ديكريز الكولويد اسموتيك بريشرز وانكريز الانترا بلورال نيجاتيف بريشرز. خلاص يبقى ده الكومن كوز. الميه اللي جت من البلورا دي جايه منين يا جماعه؟ جايه من الكابيلاري اللي موجوده في البلورا. طب ايه اللي هيخلي الكابيلاري اللي موجوده في البلورا تدخل ميه جوه البلورا؟ او ايه الحنفيه اللي اتفتحت فجمعت لي ميه جوه البلورا؟ الحنفيه اللي اتفتحت دي هي الكابيلاري. ايه اللي خلى الكابيلاري تتفتح؟ ان الضغط جوه الكابيلاري بدا يعلى، نتيجه ان الضغط جوه الكابيلاري بدا يعلى حصل حاجه زياده البرميابيلتي، زياده اللي هي النفاذيه بتاعه الكابيلاري، واثرت في الضغط جوه البلورا وبدات الميه تتجمع جوه البلورا. طيب ايه انواع الميه اللي جوه البلورا دي او الفلويد؟ ترانسيوديتيف او اكسوديتيف، يا ترانسيوديتيف او اكسوديتيف. الترانسيوديتيف يا جماعه اكسوديتيف ده غالبا بيبقى مش ميه، بيبقى ميه فيها بروتين، نسبه البروتين اعلى. الفرق بينهم هما الاثنين فلويد سائل ميه، اي فلويد، فلويد عادي جدا زي اللي موجود فينا البلازما، لو نسبه البروتين عاليه اسمها اكسوديتيف، لو نسبه البروتين قليله اسمها ترانسيوديتيف. طيب ايه سبب اهم ايه اسباب الترانسيوديتيف بلورال انفيوجن؟ الهارت فيلير. الهارت فيلير بيعلي الضغط جوه الكابيلاري وبالتالي الكابيلاري بتبدا تعمل البلورال افيوجن. يبقى اهم سبب للترانسيوديتيف بلورال افيوجن اس ان الهارت فيلير. طيب الاكسوديتيف هارت فيلير، احنا قلنا الفرق بين الترانسيوديتيف والاكسوديتيف ايه دلوقتي؟ ان الترانسيوديتيف بيبقى نسبه البروتين فيها الترانسيوديتيف اقل من الاكسوديتيف. واهم سبب للاكسوديتيف بلورال افيوجن اللي هو ذا ماست كومن كوزز اللي هو ايه يا جماعه؟ البلورال مالجنسي اللي هو نيمونيا والمالجنسي، دول ار ذا ماست كومن اوف ذا اكسوديتيف. يبقى ايه لو انا قلت لحضرتك ايه اشهر سببين للترانسيوديتيف؟ حضرتك هتقول لي الهارت فيلير. طيب ايه اشهر سببين للاكسوديتيف؟ حضرتك هتقول لي النيمونيا والمالجنسي اذا ماست كومن كوزز اوف ذا اكسوديتيف. خلاص؟ طيب ازاي نقيم عيان؟ اهم حاجه طبعا البلورال انفيوجن دي بتبان بالسي تي العاديه جدا، وهنلاقي فيها سبجكتيف فايندنج في العيان. ايه السبجكتيف فايندنج؟ العيان بيبقى عنده صعوبه في التنفس. ليه يا جماعه؟ لان الرئه، تخيل ان الرئه دي زي ما يكون بالونه حضرتك حاطط فوقيها كوب او حاطط فوقيها حاجه تقيله كتير، فحاول تنفخ البالونه، هيبقى النفخ بالنسبه لك سهل، صعب جدا لان انت حاطط فلويد فيه. هيعمل لك كل الريسبيراتوري سيمتومز، ديسنيا، شورتنس اوف بريث، تاكيبنيا، هايبوكسيا، الحاجات دي كلها. ولو قلت لحضرتك دايجنوستيك تيست هزعل اول لما اقولش تيست راديوجراف والالترا ساوند والسي تي. طبعا مش كل المستشفيات فيها الالترا ساوند على الشاشه، يعني او مش كل الدكاتره بيقدروا يعملوها، والسي تي مش موجود في كل المستشفيات. لكن اهم حاجه يا جماعه لو سمحت تيست راديوجراف، اشعه اكس راي عاديه جدا بتوضح في تجمع سائل، في تجمع سوائل في الغشاء البلوري ولا لا. والسوراكو سينثيسيس المقصود بها ان انا بسحب عينه من هذا السائل عشان اعمل تحليل واعرف ايه نوع السائل ده، ترانسوديت او اكسوديت. سوراكو سينثيسيس يعني ان انا بسحب عينه او بسحب عينه بسرنجه، سرنجه عاديه جدا من هذا السائل عشان اقدر اعرف السبب وابدا احاول ان انا اعالج هذا السبب. طيب اخر تاني مرض ليها اللي هو النيوموتوراكس. النيوموتوراكس هو البلورال افيوجن، ويتشابه معايا بس بدل ما انا بجمع ميه جوه البلورال سيك فانا بجمع هواء. النيوموتوراكس هو اير انترز البلورال سبيس، يبقى البلورال سبيس بدل ما جمع ميه بدا يجمع هواء. طيب الهواء ده جاي منين يا جماعه؟ الهواء جاي ده لما البلورال سبيس ده بدل ما يبقى كيس مقفول، الكيس ده بدا تفتحه فبدا يجمع هواء من السراوندنج بتاعه. طب ايه اللي هيفتح؟ ايه اشهر سبب؟ ايه اشهر سبب لل external air with a negative pressure during spontaneous breathing allow air pressure؟ ايه اشهر سبب يا جماعه للبلورال نيوموثوراكس؟ التروما. اشهر سبب نيوموثوراكس التروما، المقصود بيها ان الكيس اللي حواليه البلورا بدا يجمع هواء عشان الكيس ده اتفتح وبدا يجمع هواء من السراوندنج. واشهر حاجه التروما، لو حد عنده تروما في الجسم ممكن تعمل انجري، ممكن تعور البلورال ساك ويبدا هذا البلورال ساك يجمع الـ. طيب ايه السبب يا جماعه؟ طبعا هنا
الاسباب بيعمل ايه يا جماعه؟ هنقول ان هو بيقلل الفايتال كاباسيتي بتاعه اللنج. يعني ايه بيقلل الفايتال كاباسيتي بتاعه اللنج؟ هنلاقي ان المقصود بالفايتال كاباسيتي هي كفاءه اللنج. اللنج مش قادره تتملي كويس، ليه؟ لان انا حاطه فوقيها تقل. تقل يعني ايه تقل؟ حاطه فوقيها كيس مليان هواء عمال يضغط عليها، فاللنج بتيجي تتملي، حاسه ان حواليها انها متقيده بنيوم وصورة. دي ده حاجه. تاني حاجه increase in the alveolar arterial parietal pressure. increase in the في احنا بنعمل زي معادله كده، بنخصم او بنطرح نسبه تشبع الاكسجين في الالفيولاي، اللي هو نسبه تشبع الاكسجين اللي جوه الرئه، بنطرحه من نسبه تشبع الاكسجين اللي في الارتري اللي موجود في. طيب يبقى اذا فنيوموثوركس هي تجمع الهواء داخل البلورال سيرك. انا قلت لحضراتكم اللي هي increase the alveolar arterial parietal pressure oxygen tension، هي احنا هنا بنقيس ضغط الاكسجين جوه الرئه وضغط الاكسجين في الدم. هنلاحظ ان ضغط الاكسجين في الدم في الرئه طبيعي، ان ضغط الاكسجين في الرئه المشكله ما فيش باثولوجي في الرئه، الهواء داخل ماشي، لكن الاكسجين ما بيوصلش للدم كويس عشان الاكستشينج وعشان الاعاقه بتاعته. فهنلاحظ ايه؟ هنلاحظ ان ضغط الاكسجين في الارتيريال بلاد بريشر هيبدا يقل. فحضرتك لو انت طرحت الالفيولار فيدر الطبيعيه والارتيريال بلاد بريشر قل، فلما ده يطرح من ده هنلاقيها بتعلى. حضرتك لو طرحت اي رقمين من بعض، مثلا لو قلت مثلا 7 ناقص 3 7 ناقص 4 النتيجه هتطلع 3. طب انت مثلا قللت الاربعه دي خليتها 2، بقت 7 ناقص 2 بقت 5. اذا فانا كل ما بصغر الرقم الثاني النتيجه بتزيد. فانا صغرت الارتيريال بلاد بريشر، فالطرحيه دي هتلاقيها عالت. الطرحيه دي هتلاقيها عالت increase in the alveolar arterial pressure gradient، اللي هي الطرح ما بين نسبه تشبع الاكسجين في الدم ونسبه تشبع الاكسجين في الالفيولاي لهذا العيان. وطبعا في الاخر هايبوكسيميا، لان نسبه تشبع الاكسجين في الدم تبقى قليله جدا. طيب اسبابها ايه؟ spontaneous، يعني ايه spontaneous؟ لوحدها في بعض العيال in the absence، بتحصل في in the absence of the pathology. في بعض الناس بيبقى بدأ البلورال ساك بتاعهم بيجمع هواء لوحده من غير اي باثولوجي، وده بيبقى عامه في الرجاله بيبقى هو نوع من السندروم، نوع من السندروم اللي يعني بعض الامراض بيبقى غالبا موجود في الرجاله الصغيرين اللونج تول مان، وليهم فاميلي هيستوري بيبقى ليها نسبه وراثيه، ودي حاجه سبونتينيوس لوحدها كده بنلاقي ان البلورال ساك بيبدا يجمع هواء لوحده. التروماتيك اللي انا قلت لحضرتك عليها، ان انا عملت تروما، ان انا عملت تروما في البلورال ساك، فتحت البلورال ساك، فالبلورال ساك بدا يدخل هواء، لان زي ما يكون عند حضرتك كيس ورحت انت قاطع حته من الكيس ده، فلما هيقطع حته من الكيس الهواء يدخل بسهوله داخل الكيس، نفس الفكره. وطبعا بيعمل حاجه اسمها شيفت تو ذا كونتر ارتر سايد، الهواء اللي جوه البلورال ساك من كتر ما هو عمال يضغط على الرئه بيزحزحها للناحيه الثانيه، كونترا لاترال سايد يعني بيزحزحها من كتر ما هو عمال يضغط على الرئه، فالرئه بتتحرك من مكانها بتزحزح للناحيه الثانيه. طيب يبقى هنا هنقول طبعا اهم سبب لينا في النيوموثوركس هو الميكانيكال فنتيليشن. في بعض الاوقات بيبقى واحده من مشاكل الميكانيكال فنتيليشن او من اجهزه التنفس الصناعي انا اللي بعمل للعيان نيوموثوركس. انا اللي بعملها ازاي؟ لو انا ظبطت جهاز التنفس الصناعي غلط، لو انا زودت البريشر، في بعض السيتنج لما بيكون في دكتور مش كواليفايد مش شاطر ان هو يظبط جهاز التنفس الصناعي، لو ظبط جهاز التنفس الصناعي غلط ممكن ينتهي ان العيان نيوموثوركس. يبقى ظبطت كومن كوزز ار بار تروما ويز ميكانيكال فنتيليشن، ايه التروما اللي بتحصل من الميكانيكال فنتيليشن؟ يبقى اسباب النيوموثوركس سبونتينيوس لوحدها او تروماتيك او تروماتيك او تروماتيك اللي بتعمل تشيفت للميديا ستار. الاسسمنت طبعا لا العيان بيجي تشيفت فين، مش قادر ياخد نفس، شورتنس اوف بليز، العيان ان ايكوال، لان في رئه عنده فيها هواء ضاغط عليها وفي رئه ثانيه سليمه، فهلاحظ ان حركه التشيفت غير طبيعيه، هلاحظ ان صوت التنفس غير طبيعيه، وبيكونفيرم طبعا بالسي تي، والسي تي حضرتك هي اللي هتوضح تجمع الهواء، والسي تي هي الحاجه اللي بتوضح لي، لكن انا في الاستقبال حقيقي اللي بيبين لي الاكس راي العاديه مش السي تي. السي تي مهمه طبعا، لكن الاكس راي لو عيان جايب نيوموثوركس غالبا الاكس راي بتبين فيها لان تبقى حاله طوارئ جدا، والحاجايا دي تبقى لازم ان انا ايمانج منها، و المانجمنت بتاعها بيبقى عباره عن ايه يا جماعه؟ ان احنا بنركب تشيست تيوب. يعني ايه تشيست تيوب؟ بنركب انبوبه صدريه
هذه الانبوبه الصدريه بتبدا تسحب الهواء اللي جوه الرئه، وبعض الاوقات ممكن نركب مالتيبل تشست تيوبس لو كانت كميه الهواء اللي جوه الصدر كتيره جدا، في حالات زي التنشن نيوموثوركس اللي هي ان العلاج بتاعها هو مالتيبل تشست تيوب، نركب انبوبه صدريه علشان خاطر تبدا تعمل درينج لهذه ال. طيب وممكن كمان يا جماعه لو سمحتوا ان انا بقى بنشرح ازاي بنعمل تشست تيوب في حاجه في حاله عدم وجود تشست تيوب. تيوب يعني انبوبه، ممكن نركب كانولا او نيدل سرنجه ونشرب بيها الهواء. يعني في حاله طبعا تشست تيوب دي عمليه والعيان بيتفتح ومحتاجه انتشن ومحتاجه خياطه ومحتاجه بنج ومش اي حد يعملها، لازم حد كواليفاي. طب انا في المستشفى عيان عنده فلورا افيوجن، عنده نيوموثوركس، والعيان نفسه بدا يتعب، العيان بدا يستريس، وانا ما عنديش حد يعرف يركب تشيست تيوب كويس، بعمل ايه؟ ان انا ممكن ان انا اشفط الهواء ده بلارج بور كانيولا، كانيولا 18 او كانيولا 16، او احط ايه مساحه حط 16 او 18 وابدا اشفط بيها في حاله ايه يا جماعه؟ في حاله اهي اسبليست اند كونكتد تو ساكشن، ساكشن ببدا اشفط بيها هذا الفلويد، والحقيقه دي في حاله ان لما بيكون العيان مفيش دكتور يركب انتركوستال تيوب والعيان بدا يستريس وبدا يتدلل. كده انا خلصت حضرتك امراض الفلورال فلورا افيوجن ونيوموثوركس، وبدا امراض الشريان الرئوي اللي هي البلمونري امبوليز، ودي ان شاء الله هطرحها في اوديو طالب في اوديو جاي. بس في جزء انا كنت تغاضيت عنه اللي هي الباندل، وقلت ان الجزء ده هشرحه بعدين، فانا هشرحه دلوقتي الجزء بتاع الباندل، ودلوقتي حالا باذن الله هقوم بشرحه. كان في جزء بعد الاي ار دي اس اسمه الكير باندل ان ذا كريتيكال كير صفحه 125 اللي هي الباندلز في الكريتيكال كير. يعني ايه باندل؟ باندل يا جماعه يعني حلقه. يعني ايه حلقه؟ يعني كل الحاجات لازم تبقى مع بعض في وقت واحد. خلاص؟ لو في زي السلسله حضراتكم، السلسله عباره عن كذا حلقه في بعضها، لو حضرتك نسيت حلقه او فكيت حلقه من السلسله هتلاقي ان السلسله كلها باظت. فالباندل دي مقطوطه، يعني ايه؟ يعني الحاجات دي كلها لازم تحصل مع بعضها، ما ينفعش اني حاجه فيهم تتمس، لان انا لو سبت حاجه منهم زي السلسله اللي فكيت منها حلقه هتبدا السلسله بوظ. عشان كده سميناها باندل. يعني ايه باندل؟ يعني مش بالترتيب، مش اول حاجه اعملها دي وبعدين تاني حاجه وبعدين تالت حاجه، لا باندل يعني كل الحاجات دي لازم تحصل مع بعضها. خلاص؟ اول كان عندنا في الرعايه في كذا مرض، المرض ده لازم اتعامل معاه في حقي الباندل. يعني ايه حقي الباندل؟ يعني اعمل كل الحاجات دي مع بعضها، يبقى معايا كذا ممرض، انا بعمل كذا، فلان بيعمل كذا، فلان بيعمل كذا، ما ينفعش حد يعمل حاجه لوحده. ايه كذا ايه هي الباندلز في الكريتيكال كير؟ هنا في دي زي تجميع الباندلز في الكريتيكال كير عند حضرتك لما يكون العيان عنده في الدريت والاكوارد مونيا، المانجمنت بتاعها بيبقى باندل. يعني ايه باندل؟ يعني الحاجات دي كلها لازم تحصل مع بعضها، مفيش حاجه مع الثانيه. ان انا اول حاجه ارفع راس العيان هيد اليفيشن، ان انا احاول اعمل له سيديشن، ان انا احاول ان انا لو كنت حاطاه على مهدئات احاول ان انا ابطئ هذه المهدئات عشان انشط التنفس بتاعه، لو ان انا اديه دي في ناس من بوست بروفلاكسز، ان انا اعمل الحاجات دي كلها يا جماعه باندلز. يعني ايه باندلز؟ يعني المانجمنت في الرعايه عندنا كذا باندل، في كذا حاجه ليها مانجمنت في الرعايه، المانجمنت بتاعها يجي على باندل. ايه هي الامراض المانجمنت بيجي على باندل؟ يعني كل ده المانجمنت، اول حاجه فنتليتور اكوارد نمونيا، لازم المانجمنت بيجي في باندل. يعني ايه باندل؟ يعني كل الحاجات تحصل في وقت واحد. السبسز المانجمنت بيجي باندل بتاعها. بعد كده في باندلز، في حاجات تانية بتضاف للباندلز، يعني الحاجات دي بلس الحاجات دي اللي هي الجلاسيميك كنترول. يعني انا لما في الفنتليتور اكوارد موني بعد ما بعمل الباندلز دي كلها بضيف عليها الحاجات دي. السبسس بعد ما بعمل الباندلز دي كلها بضيف عليها الحاجات دي. ايه هي الحاجات التانية اللي ممكن تضاف للباندل؟ اللي هو الجلاسيميك كنترول، اضبط السكر بتاع العيان، ان انا اديله الفيدنج، ان انا اغذيه كويس، ان انا ابدا اشفط له، ان انا ابدا اظبط له المحاليل بتاعته. يبقى انا لو حضرتك قلت لك ممكن يجي لحضرتك سؤال وقلت لحضرتك كده ايه هي الباندلز بتاعت الكريتيكال كير؟ هتقول لي ان في اثنين باندل في الكريتيكال كير، في الفاب في باندل وفي السيبسس في باندل. خلاص؟ الفنتيلتور اكوايرد نيمونيا. وهتقول لي كل باندل ايه اللي فيها؟ يعني في الباندل بتاعت الفاب بعمل كذا وبعمل كذا. والحاجات بتاعت الباندل اللي هي الفاب دي بعمل معاها الحاجات دي. والسيبسس الباندل بتاعت الفاب بعمل معاها الحاجات دي. والباندل بتاع السبسس بعمل معاها الحاجات دي، ويمكن ده المانجمنت بتاع الباندل. يعني ان انا بعمل الحاجات دي، مفيش واحده بتبقى مع الثانيه، يعني لازم اعمل الحاجات دي كلها، الحاجات دي كلها تحصل مع بعض في وقت واحد زي السلسله، لازم تبقى مربطه مع بعضها في وقت واحد. ودي تجميعه الباندلز اللي على حضراتكم
السنه دي في باندلز كتيره في الرعايه المركزه، لكن السنه دي لكن على حضراتكم حاليا ديت الباندلز بتاعت الكريتيكال كير اللي على حضراتكم، ودي تجميع بتاعتكم اللي ممكن يجي حضراتكم فيها سؤال. وكده انا اكون خلصت الفيديو، متشكره قوي لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.